اوكي، بعض الاحيان الماك يحتاج التنظيف وعناية، يعني عناية فائقة يعني بالتنظيف وكذي. وفي بعض الناس يمتلكون نفس الماك اللي انا امتلكه، اللي هو الماك الابيض، ماك بوك ابيض تطلع عليه يعني وصاخة شوية. يعني بعض المرات شو تسوي؟ بعض المرات يمكن يكون اخبار ولا شيء. انتم عارفين ان جو الكويت اخبار، ومعظم دول الخليج جوها اخبار هم بعد، بس لازم تستخدم أشياء عشان تحافظ على شكل الماك مالك يكون سليم بسيط ونظيف. هذا اللي أنا راح أسوي بعد شوي بالماك. أول شيء راح نحتاجه هو منديل حق الماك عشان تنظفون فيه السطح وتنظفون فيه أشياء يعني مهمة. وسعر المنديل 600 فلس، من نوعية زينيتا او شي. هذه الماركة زينيتا او بوكيه زينيتا مكتوب بالعربي، وهذا سعره 600 فلس. تشتركم، انا شاري لي باكج الحالة عشان خلص شغلي مع الماك، او بعض المرات امسح الاكس بوكس او بعض الاجهزة، حتى التلفزيون ينفع. فهذا احسن منديل حق استعمالات حق الأجهزة اللي أنا شفته بعد التجارب اللي أنا مريت فيها. أوكي، ثاني شيء راح تحتاجون كرولكس ويبس، وهو كرولكس ديفكتشن أو شيء ما أدري يسموه. هم كاتبين لك تحت كيلز كولد اند فلوز فايرز، يذبحهم ما أدري بكم بالنسبة، بس حاطين لك ورا استعمالات. يعني عندك تقدر تستعمل حق الأسطح البلاستيكية مثل التليفون، مثل الكيبورد، مثل الكمبيوتر، هم بعد ألعاب الأطفال وكذي، راح ينفعنا حيل. قيمته تقريبا، هو السعر ماله رايح، قيمته دينار دينار يعني كذي، ما أقدر أذكر لكم الفلس. وهم بعد راح نحتاج ديتول، بخاخ أسطح اساس شنو يعطي ريحة حلوة للسطح. في عندكم باللون الازرق، وفي عندكم باللون الاخضر، وفي عندكم يعني يقتل الانفلونزا. يعني عادة في ناس يستعملوا الكمبيوتر فيه انفلونزا وكذي، تتم الجراثيم داخل الكمبيوتر، ليش لا؟ مو بس الكمبيوتر اللي يحوشه فايروس، البني ادم هم بعد يحوشه فايروس. ينفع حق بعد كل الاسطح، ينفع حق كل شيء. وبالأخير راح نستعمل 409 حق طبعا الزجاج، يعني القزاز، شاشات ال LCD وكذي. 409 فعال حق سيرفس كلين اند جلاس، كاتبي لك تحت هني، يعني ممتاز لا بأس فيه، ينفع حق الاستعمالات اذا بتنظف الشاشة وشي، وهو ممتاز. وهذه المجموعة اللي راح نحتاجها حق ان ننظف الماك كله. اوكي، هذه الطريقة تمشي مع الماك يوني بادي، الاي ماك الابيض، الماك من الابيض القدم يعني الاجهزة، وهم بعد يمشي ويا الالمنيوم، اصدارات الالمنيوم اللي هو الاي ماك الجديد، الماك برو، يعني في اشياء. بس انك لا تحوش البورد اهم شيء. فاول شيء راح اسويه اللي هو طفي الجهاز نفسه، تأكد ان الجهاز طفى، تحاول تبعد الاغراض الحساسة مثل عندي الماجيك ماوس. اوكي، مع القاعدة اللي انا اشتريتها من الغانم اللي هي ستيل سيريوس، تاخذهم على الاقل تبعدهم مكان بعيد شوية. انا بحطهم فوق هني صوب الاسد والالي مال ايرون مان، ونقد نبلش الطريقة الحين. اوكي، اول شيء تجيب الأغراض على الصوب اللي هني أساس أقدر أستعملهم، ما أحجب عنكم الرؤية. أول شيء راح نسويه بالجهاز اللي هو ننظف السطح ماله كامل من خلال كرولكس، نتأكد على أساس نوخر الجراثيم والأغراض. فتفتحون كرولكس، تاخذون منديل بسيط. أوكي، راح يكون مبلل شوية مثل ما انتم شايفين، راح يكون في بلل شوية، فتمسحون على طول. لو كان في وصاخة شيء
شعر اي شيء يقطع. بعض المرات يطيح من شعر ريال يعني شويه، كل واحد يطيح شعره صح. عادي يعني مساله ما تدعو. اعتقد ان هذا كافي. اوكي الحين نتجه للسطح، سطح الجهاز نفسه، والسطح لازم يكون نظيف، فاستنفرنا هذا الحين كله، فلازم منديل جديد. خلوا عندكم زبالة على اساس راح تصير حوسة عندكم هني، خلوني اجيب الزبالة او اي شيء اقدر احط فيه. انا بستعمل تشيس ايكيا، تشيس مالهم حق اغراض، سكت فيه الوساخه داخل اساس يتم المكان نظيف. الحين نمسح من فوق، بس تاكدوا قبل كل شيء انكم تمسحون المنديل، يعني تنشفونه شويه على اساس شنو ينشف ويمشي الحال. اوكي خلصنا من اللي فوق، الحين قاعد يلمع. الحين الخطوة الثانية. اوكي الحين انتم تشوفون المناديل هذول ليش انا حاطهم، لان اساسا راح نقلب الماك فوق تحت اساس شنو نوصل المكان اللي تحت، اساس ما نأثر نجرح سطح الماك. على الاقل حاولوا انكم قد ما تقدرون تواسون الجهاز على طول بالطاولة، مثل ما انتم شايفين في وصاخة تحت اخبار وما ادري شنو. عادة احطه على مكان، او عادة احطه عندي عند الاكس بوكس بعض المرات بغيت اقرا اخبار او شيء، فتطلع الوصاخة هذي ماني عارف شلون اقدر انظفها. فالطريقة الاحسن للتنظيف نرجع لكرولكس نفسه، ناخذ لنا حبة. اوكي لا تنشفون على اساس احنا محتاجين، لو بتنشفون تسوون مثل كذي على اساس شنو الهواء وخر البلل اللي فيه. المهم الحين لا تنشفونه بس امسحوا على طول. راح تقدرون تحاربون الوساخة شوي شوي، الغبار راح يروح، الصفار راح يروح شوية. ادري مو يعني مو مهم سطح الماك تحت لانه مو ألمنيوم وهو بلاستيك حاطي لك. ممتاز ما خذينا شيء من الغبار. الحين نشوف الخطوة الثانية شنو. الخطوة الثانية الحين بالمشروع هذا كله انك تستخدم ديتول يقتل 99.9%. فتجيبون شوية من الكلينكس نفسه منديل، تاخذون شوية كذي وتطبونه على طرف، يصير عندكم بالشكل هذا عشان يناسب ممسك اليد اساسا. بعدين تمسكون التشاش تخضونه شويه كذي، بعدين تتشون كذي، رشه شويه على الاقل يتبلل المكان، راح يوخر وصاخه. بعدين تمسحون، بعد يوخر الصفار والاشياء. مو مبين عندكم شيء بس انا قاعد اشوف الصفار اللي قاعد يطلع. الحين صار السطح نظيف لا بأس فيه، مقبول. نشوف النتيجة الثانية. الحين نقلب الجهاز ونشوف شنو فيه. اوكي الخطوة الثانية نقلب الجهاز على ظهره كذي، يصير الحين شكله عادي. بعدين تمسكون قاتل الجراثيم البقع والشغلات هذه. الموضوع ليش قاعد استخدم التشاش، لانه لحد الحين ديتول يعني في بقع فوق وشغلات كذي ما يعطي لمع على الجهاز، فبخاخ الاسطح هذا راح يسوي شغله بالكامل. ناخذ لنا منديل، نسوي نفس الحركه اللي مساء، شفسه واحده الشفسه الثانيه. اوكي الحين نمسكه بالطرف اللي كذي على اساس يكون مكان هني مضبوط، ما يكون في فتحه نفس الفتحه هذه. بعدين نمسك البخاخ، تعطونا رشة بسيطة
وتاخذون تمسحون. اوكي الحين صار قاعد يلمع. شيء حلو بسيط صح؟ الحين شايفين شلون طلعت النظافة. الحين نروح حق المكان هذا. احنا نظفناه بالديتول بالكرولكس قبل شوي ماسح الاسطح، بس بقت خطوة اخيرة، يعني خطوة يعني عادية جدا، لا تخافون لا ترتبكون، هذه اكثر مرة تجربها، بس يعني انا ما انصحكم تجربون على الكيبورد، يعني الماك بوك برو، لان الكيبورد فيه ليتات فخاف يأثرنا بالليت، بس انا عادي يعني بس بعد اضحي بالماك هذا. جرب الحين نشوف التنظيف شو راح يكون، على اساس راح ينظف المكان اللي هني. نفس الحركة المنديل، تمسكونه من المكان هذا، تمسكون التشاش، لا ترتبكون لا تخافون، لان هذه طريقة انا مجربها 100%. جرب نتش الحين شوي شوي، تحاولون تتشون بالاماكن على اساس شنو ما يتغلغل داخل البورد، لان انا عارف ان البورد محمي، البورد تحت قطعة بلاستيكية، يعني ما لو عادي يطيح ماي لا تخافون. بعدين تمسكون راح تلقون شوي شوي تحسون بالنظافة، يعني الجهاز قاعد ينظف الحين. لكن لا تنسون مكان الربل، لأن الربل ترى يترك بعض المرات أثر على المكان نفسه. وآخر طوية، لا تجاسفون بالشاشة، اطوه طوية كذي، اعطوه تشة بسيطة وروحوا صوب الربل اللي عند الشاشة عشان ما تحتاسون تمشون على الربل هذا، لأن بعض المرات تلقونه صاير لونه أصفر أو بني داكن كذي عدم الاهتمام، وتمسحون الكاميرا عادي ما لا تخافون كل شيء راح يتضبط. اوكي الحين خلصنا من الشغل، جاء وقت الشاشة. اوكي الحين نتكلم عن الشاشة. الشاشة اكيد فيها وساخة فيها اشياء، بس شنو الحكي شلون تنظف الشاشة مع مستحضر 409؟ اي واحد منظف زجاج يعني لا تخافوا، ما راح اتش سبراي نفس الديتول، راح احاول اكون حذر يعني بالخطوة هذه، لان هذه شاشة LCD عادي تقدر تنظفها، بس شنو تكونون يعني معاها يعني زين الشاشة، يعني انتم عارفين شلون، يعني مو ضغط ولا عادي، يعني شيء بسيط عرفت، يعني تكون ناعم مع الشاشة حيل. هنشوف الحين شنو نقدر نسوي مع الشاشة. نمسك الكلينكس بأول منديل، انا اسميه كلينكس، بعدين تعطونا الطوية المحترمة، بعدين شو تسوون، تمسكون الكلينكس وتمسكون المستحضر 409، تشون شوية كذي، تحسون انه صار في بقع، يعني مثل ما تقولون صار الحين بلل المنديل، تمسكون طرف الكمبيوتر بايدكم والشاشة تمسحون عليها شوي شوي مو ضغط، يعني هذا الحين صار كل شيء جارنتي 100%. وهذا شيء شلون تنظف الماك مالك، الحين صار نظيف. رجع للشغل ثاني مرة بشيء نظيف وشيء حلو، وهذا اللي انا اتكلم عنه، نظافة جهاز الماك احسن مما يكون. كذي تنظف الماك مالك، ما يحتاج انك تبدل شيء او هذا، والسطح صار نظيف الحين 100%، كل شيء الحين قاعد يشتغل وراجع للشغل. شوفوا الشاشة شلون صافية الحين.